المضطر يركب الصعب، وده اللي عملناه فعلا. بعد ما خلصت المية من عندنا ومحدش بقى يرضى يروح تاني، كان الدور في سلسلة الموت على إبراهيم. إبراهيم كان بلطجي المنطقة زمان ومحدش بيقدر عليه، ما كانوش هيعرفوا يموتوه، بس كان لازم يموت. لو مش عشان نلاقي أكل فعلى الأقل عشان الدور يمشي بالمظبوط وما تتحولش الفوضى. بس كان هيموتوه ازاي؟ بالصدفة كان الدور عليه كمان في انه يخرج يجيب المية. خرجوه ومش فتحوه، خبط ورزع على البوابة عشان يدخل. بعدين سمع ناب يصرخ، حتى لو ما اكلناش منه فكفاية ان الدور لسه ماشي بالمظبوط. النظام هو الحاجة الوحيدة اللي عادت تفرقنا عن الوحوش اللي بره. بعد ما الكل خاف بعد كده يروح يجيب المية، وبدأنا نشرب الدم زيه. في الفترة دي اكتشفنا أسرار كتيرة في العمارة، بس ما اعتقدش ان ليها أهمية. يعني مثلا بعد موت أستاذ مجدي اللي قدم نفسه لينا بمنتهى الفخر رئيس وانتهت مدة حكم، كان جاي الدور على سنية، ست في الأربعينات عايشة لوحدها وهادية جدا محدش بيسمع لها صوت، واللي رفضت تموت أشد الرفض لأن لسه في حد ميت من عندها. عرفنا في الأخير إنها كانت متجوزة أستاذ مجدي. زاهر طلع بيضرب، وصحر اللي كانت عاملنا فيها يتيمة طلع كان عندها أب قعيد عايش معاها. كل ده كان ممكن يكون محور حديثنا الأسابيع قدام في الظروف العادية، لكن دلوقتي بقى كلام. أيمن الباب خبط، كان عم سيد المدير الجديد للعمارة بعد موت أستاذ مجدي. كان بيدينا انا واخويا جرد المايه، وهو بيدهولي داخل الشقه عندي قطتين سود، معرفش جم منين، بس على قد ما اقدر حاولت اخليه ما ياخدش باله، ده رزقي وجالي لحد عندي ومش عايزه اشاركه مع حد. خلصت كلام معاه ودخلت ادور عليهم، انا جعان بس ما لقيتهمش، لا في اوضتي ولا في الصاله ولا في المطبخ. ممكن يكونوا دخلوا اوضه احمد. دخلتها، ما كانش موجود فيها، كان في الحمام. احمد بطبعه محدش بيحس بيه، على طول قاعد في اوضته يرسم. رسمته المره دي كانت حلوه قوي، نهر كبير وحواليه شجر. بس ايه ده، الميه في النهر بتتحرك، فجاه طلع منها راس. دي راس بابا، كانه فتح عينه وبص عليا ودخل تاني جوه المية، كأنه فيديو مش رسمة. فجأة حد من ورق زقني وقعت فوق الرسمة، حسيت كأني دخلت في المية بجد، والحد ده فضل يدوس على روسي علشان ما أمش ويغرقني. الغريبة أني كنت فعلا بغرق في رسمة. وفجأة كل حاجة كنت بحس بيها اختفت، قمت من على الأرض وعدلت الصورة، بس حسيت ان المية في الجردل بتتحرك بنفس الطريقة اللي كانت بتتحرك فيها المية في النهر اللي كان في الصورة. زقيت الجردل برجلي وواقع على الارض. جه احمد على الصوت وفضل يبصلي باستغراب وقلق، وقال لي احنا مش هنلاقي مية نشرب. الحقيقة محدش في العمارة بعد كده لقى مية يشرب. لأسباب ما بدأنا نشرب دم. صحيت في نفس اليوم بالليل على صوت في الأوضة، ما كنتش عارف ده صوت ايه في البداية، لكن لما فقت بدأت اميزه وشفتهم. عينهم كانت بتلمع في الضلمة، دول القطتين اللي دخلوا البيت الصبح واقفين قدام بعض ويتنقلوا. كان بيدور بينهم حوار انا مش فاهمه، وانا ما كانش ليا وجود، انا ما كنتش شايف نفسي. واحدة منهم جريت وخرجت من الأوضة، والتانية بدل ما تلحقها بدأت تقرب مني أنا، ونطت فوقي، دخلت جوه بطني أو دابت جوايا. وساعتها بس قدرت أشوف نفسي، قمت من على السرير وجريت على أوضة أحمد، لكن ما لقيتهوش. أنا لقيت القطة التانية نايمة مكانه على السرير. بيقولوا التوأم بتتحول لقطة لما تنام، بس أنا مش نايم،
ومش لاقي تفسير للي حصل ولا اللي حصل بعد كده. اللي حصل بعد كده اني ما عدتش بشوف احمد خالص. القطة اللي كانت نايمة مكانه على السرير بقيت بشوفها على طول، هي اللي بترسم، هي اللي بتطبخ. متهيألي مرة اتكلمت بصوته او كانت دي اوهام مش عارف. وفي يوم كنت رايحة اجيب نصيبنا من عم ممدوح، لكن وانا جاي اخرج لقيت اخويا في المطبخ. كنت جاي عليه، لكن قبل ما ادخل المطبخ لقيته بيحط لي حاجة في الاكل. ما خدتش وقت طويل عشان افهم انها حبوبها الوسل. افتكرت ساعتها الشرط التاني في اختيار الضحية بعد اكبر واحد في الاسرة، المريض. هما دايما عايزين القوي يستنى عشان يدافع عن العمورة. اخويا كان عايز نعية، اعية عشان الدور علينا قرب، عشان يختاروني انا. تبديل الاطباق كانت خطوة مبدئية في الانتقام، ومن بعدها حاول يقتلني كذا مرة، وانا كمان حاولت اقتله. بقينا نستخبى من بعض. خطتي الأخيرة أيقنت فيها أني لازم أضحي شوية عشان أكسب كتير. أنا قطعت إيدي، ثبتها ورا الكرسي بحيث أبان أنا اللي وراه. رقبته لحد ما شافها وقرب ناحيتها، وأنا قربت ناحيته. كنت خلاص هخلص لولا الباب. الباب خبط وساعتها استخبيت وسحبت الإيد لما رح يفتح. الخطة فشلت بس ما اتحرقتش، ممكن تتعاد. بس انا ما عدتهاش، مش عارف ليه، ما جاتش فرصة ولا انا اللي اتعمدت اخليها ما تجيش. اصل احنا كده هنموت، الوحوش دي شكلها مش هتمشي غير لما تخلص علينا. ما اعتقدش ان كام يوم زيادة يستدعى ان انا موت اخويا. انا مش ملاك قوي كده، بس انا بدأت افكر في حاجات ما كانتش بتيجي على بالي زمان. هيحصل لو انا اللي قعدت اتبقيت لوحدي والكل مات؟ يا هموت نفسي، يا هموت من الجوع، يا هتاكل من الوحوش، يا هتختفي الوحوش. وساعتها اطلع بره عيش حياتي، بس مش هلاقي حياة. خلاص الحياة خلصت في الزمن ده. انا مش عايز اختار من الاختيارات دي، انا عايز اعيش كتير بس في زمن تاني، او اموت من غير الم. وبناء على اختياري ده بدأت أنفذ الخطة. كان لازم أتحرك بسرعة علشان خلاص كان فاضل يوم واحد ويجوا ياخدوا واحد مننا. مش عايز أكون أنا، ومش عايز أقتل أخويا. كانت الخطة بسيطة خالص، تتلخص في أن حطيت صباعي في الفتحة بتاعت مفتاح البوابة الكبيرة اللي حميانا. الموضوع خلص أسرع مما تخيلت. سحبت إيدي من غير صباعي. انا اتأذيت منهم وما متش. طبقا للكلام اللي وصل لنا، فانا المفروض دلوقتي ادخل في نوم عميق افوق منه بعد سنين. وحش، خبيت نفسي. لو بكرة ما لقونيش هياخدوا احمد، ولو خدوا يبقى محدش هيقتلني، لان محدش هيلاقيني، لأن محدش يعرف مخبأ البيت غير أحمد، وبالتالي هضمن نجاح خطتي. ولما فوق هفوق وحش، وبالتالي مش هحس بتأنيب ضمير ناحية أحمد. وحتى لو بكرة لقوني هكون نايم، هضمن كده موت من غير ألم. سارة كان أيمن اللي ساكن فوقنا هو آخر واحد يموت طبقا للقاعدة اللي حطها لنا أستاذ مجد الله يرحمه. سلموا أخوه لنا، وطبعا عم سيد قلل من نصيبه لأن كان في كف وصبع ناقصين. بعدها كل حاجة تغيرت. في اليوم اللي جمعنا فيه عم سيد ويقول لنا إنه قرر تغيير الخطة، مش هنمشي بالترتيب، إحنا هنسوي أعداد أفراد الأسر ببعض الأول، بعد كده هنمشي بالترتيب. ودي كانت الشرارة. بعضنا كان عايز الطريق اللي بدأ أستاذ مجدي يكمل، وبعضنا عايش لوحده ومن مصلحته فكرة عم سيد. عشنا أيام صعبة، صراع ورعب وجوع، كانوا بيقتلوا في بعض بره. أما أنا وأختي كنا قافلين على نفسنا الباب بعد ما عرفنا أن النظام خلاص اتدمر. الحاجة الوحيدة اللي كانت محافظة على حياتنا لغاية دلوقتي. بس أنا جعانة، وأختي كمان. مش عايز اوصل للدرجة اللي تخلينا نقتل في بعض زيهم. كتبت كل حاجة حصلت من اول هجوم الوحوش علينا،
احنا صبرنا وضحينا على امل حد يتبقى ويحكي عنا، بس احنا خلاص كلنا ميتين. لعل وعسى الورق يفضل، ما حضرتش عين الورق فين، لاني كنت مكرره من ساعه ما جت لي الفكره. العمره اللي قدامنا فيها ولد كان حبسه ابوه، حاطط على اوضته باب حديد كان عايز يحميه. بعد ما الوحوش هجموا على البيت وطبعا قتلوا ابوه، سمعنا بيصرخ، شفنا من الشباك الوحوش مد ايديها ما بين قضبان الحديد ومسك رجله. من بعدها ما سمعنا لوش صوت، يمكن مات، بس الأوضة لسه مقفولة. قفص ممتاز أعين في الحاجة. في الحقيقة الفكرة دي مش فكرتي، فكرة إن عين الورق هناك كانت فكرة حد من الشقة اللي فوقنا، كنت بشوفه كل فترة بيحدف ورق متطبق هناك. يمكن كان عارف إن إحنا كلنا هنموت من زمان وبدأ يكتب قبلي. هعمل نفس الحكاية، ولما خلص هيجي الوقت اللي انهي في المهزلة دي. هسرق مفتاح البوابة الكبيرة من بيت عم سيد، هفتحها، هفتح البوابة وكل حاجة هتخلص. فوقي لقيت نفسي محبوس في أوضة مقفولة بقضبان حديد، بس المفتاح كان على الأرض محدوف في حتة بعيد، وكأن اللي حبسني هنا كان عايزني مصحى أعرف أخرج. طب حبسني ليه؟ وهو مين؟ وانا مين؟ طلعت مش فاهم اي حاجة، واكتشفت ان كل اللي حواليا كده مش فاهمين حاجة، ولا هما مين ولا جم منين. بس بسرعة بدأنا نتأقلم، نلاقي اكل طعمه وحش كأنه مش اكلنا، او احنا مفروض ما ناكلش كده، بس اتعودنا ورضينا. وحاجات مكتوبة بلغة غير اللي بنتكلم بيها، بس حاولنا نتعلمها واحدة واحدة. بدأنا نكتسب مهارات وعشنا مبسوطين. ما كانش بيزعجنا غير هجوم جماعات من البشر، لو كان ده اسمهم فعلا، علينا من الجبل. الغريبة انهم لما كانوا بيصطادوا حد مننا ويقتلوه ياكلوه بيموتوا، كأن لحمنا مسمم. امال بياكلونا ليه؟ ما يزرعوا زينا، ده انتقام. عشت سنين على الحال ده، عايش في البيت اللي لقيت نفسي فيه. الأوضة اللي كنت فيها كانت مليانة ورق مطبق، مليان رموز ما كنتش فاهم أي حاجة منها. بس دلوقتي وبعد سنين من التعلم بدأت أقرأها تاني. مستحيل، البشر كانوا أسياد الأرض زمان. إحنا كلنا بشر متحولين. كانوا بيقول على فصيلتنا زمان وحوش، احنا اللي وحوش بالنسبة لهم. فصيلتنا اكلت بعضهم وحولت بعضهم، واللي اتبقى وهرب رجع دلوقتي عايز ينتقم، يقتلوا وياكلوا حتى لو عارفين ان احنا نبقى عشاهم الاخير. زي النحل بيقرص حتى لو عارف انه هيموت. يا ترى كانت ايه كمان مشكلتنا مع النحل؟ قد ايه ممكن الايام تكون مخبية لنا اسرار؟ قد ايه ممكن تكون خبت حقايا الماضي كأنها ما حصلتش؟ الايام دايما بتحاول تخبي اللي حصل واللي هيحصل. كل يوم بيبقى بمثابة صفحة جديدة اتفتحت من كتاب كبير، لكن ايه اللي هيحصل لو جاتلك الفرصة تقلب في صفحات الكتاب ده؟ هتعرف الحقيقة. الحقيقة على طول حاجة تانية غير اللي انت عارفها. نسبية الحقيقة دي من اختراع الايام. الحقيقة دايما واحده.